الشيخ الثالث. أما الثالث فهذا شيخنا أحمد محمد حامي ابن ربيعة ابن آلة الحسني الشنقيطي، على أنه ينتسب إلى آل البيت ويقول حسن، وقال لي كذا من آل البيت. هذه مسألة أخرى في الأنصار. فعلى كل حال هو الشيخ الثالث حسني شنقيطي. هذا الرجل من جهة علمه أولا فكان رجلا جامعا لأغلب علوم الشرع. يا سلام يا سلام، كان جامعا لها سبحان الله. وطريقة جمعه لها طريقة بالحفظ على منهجهم في طلب العلم، فيطلبون العلم للعلم ويقرؤون المتون في الفنون، وعند قراءة المتون لا بد من حفظها. هذه طريقتهم، سواء كان مطولات أو غير مطولات، أو غير مطولات. يحفظ كل شيء، يحفظ كل شيء سبحان الله. ويراجعون شيخنا، يراجعون كيف يراجعون؟ يعني هل يراجعون المتون ولا هو التدريس الذي يجعلهم يراجعون؟ لا لا لا، الأصل قبل أن يأتوا إلى التدريس يكونون قد حفظوا المتون حفظا إتقان، حفظ إتقان. ثم أيوة ثم يباشرون التدريس فيزدادون، فيكون تعليمهم مذاكرة. مذاكرة التعليم فقط، يكون تعليم مذاكرة للعلوم التي حفظوها من أول. هو ما وصل إلى التعليم إلا هو ضابط، هذا هو. وهذا إنما تعرف هذا لو لازمته. أنا مثلا هذا لما لازمته تجده تأتي في أي وقت، وقد يكون نائما مثلا كما سبق ذكرت هذا لكم وغيركم، تجده ينام فتدخل عليه كما حصل لي. دققت عليه الباب فجاء ولده وفتح الباب، قبل أن أدخل ذهب وأخبر والده وهو كان نائما هذا الوالد، فقال له فلان عبد الرحمن جاء، فقال خليه يدخل، ادخل، قل له ادخل. فدخلت وجده راقدا. رأيت يكاري راقدا. فإذا لما دخلت جلست عند رأسه وما أيقظته، ما قلت له أنا دخلت، فجلست عند رأسه حتى حانت منه انتباهة فرأني، فقال أنت دخلت؟ قلت نعم. قال اقرأ. لا إله إلا الله. فقلت أنت راقد؟ قال اقرأ. لا 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 لا، وهو راقد. لا إله إلا الله. فبدأت أقرأ وهو راقد يشرحه كأنه يقظان واقف أو جالس. ما شاء الله. وهذا لا يكون مثل هذا إلا إذا كان قد حفظ وعرف هذه المتون عند قراءته لها فاحتفظ به، وكان ذلك من أول طلب العلم وهو صغير. إلى لأنه ما فعل إلا طلب العلم، ما عمل عملا في الصحراء شنقيط، لأنه كان بدويا أيضا ما يعرفون إلا العلم سبحان الله. إذن فحفظوا العلم هكذا. ولذلك إذا جيت لما جيت على هذه الحالة التي ذكرتها يشرح في أي وقت. لا أقول انتظر أراجع في الكتاب أو كذا. لا كيفية طلب العلم، كيف طلب العلم؟ طلب المنهج، وهذه نتيجة المنهج الذي قرأوا العلم عليه، رأيت؟ والنتائج حسب المقدمات. صحيح. كيف كنت تطلب؟ صحيح. إذن ننظر النتيجة بعد طلبك للعلم، كيف تحصيلك للعلم؟ ها؟ فنقول إذا كان التحصيل، فنعرف أن التحصيل على هذه الحالة أو الهيئة أو الكيفية، لأن المنهج الذي طلبت العلم عليه كان يؤهلك أو يجعلك تكون هكذا في النهاية. شيخنا ذكرتم مرة عنه من تمكنه في الفقه، أيوة، أنه كان يذكر الأقوال، نعم، المالكي، نعم يعني من لدن هذا هو هذا هو. ولذلك الشرح المختصر الخليل أمثلة كثيرة لهذا الرسوخ في العلم،
لأنه لما سألني عند إرادة بدء المختصر عليه قال كيف تريد أن أشرحه لك؟ نعم. فقلت كيف؟ أنا ما فهمت المراد من سؤالي. قال كيف تريد أن أشرحه لك؟ قلت له كيف يعني؟ لا أفهم ماذا تريد؟ فقال لي أتريد أن تقلل النص فأكثر الشرح، أو تكثر النص وأقلل الشرح؟ الشرح. فأنا تحيرت أول مرة، فقلت كما تريد، كما ترى، كما ينبغي، أيوة كما ترى أنه يناسبني، ما يناسبني افعل. أنا هذا اللي قلت له. فبدأ يشرح، يقلل النص ويكثر الشرح. فلذلك كان يشرح، تجد في مسألة بعض المسائل، أذكر أنه أتى كم مرة في شرح مسألة، أتى لأنه كان يستطرد، يأتي بمسائل أخرى تتعلق بالمسألة التي يشرحها في المختصر، فيأتي باستطرادات، فكان يملي في كل جلسة، لا تجد إلا ويملي عليه بيتا. قد يكون بيت، بيتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وحتى أحيانا تجده 26 بيتا في مسألة واحدة. أقوال فقهاء المذهب، أقوالهم وعللهم أو تعليلاتهم واتجاهاتهم الفقهية، هذا ضبطها ضبطا، رأيت؟ سبحان. لكنه بالنسبة للأدلة من الكتاب والسنة يذكرها، لكن لا يذكرها هكذا كما يذكر التعليلات والأقوال للفقهاء، بخلاف المختار. هذا كان يشرح المختصرة لي شرحا حديثيا، ان شاء الله، رايت؟ ما استحضروا من الادله لهذه المسائل في خليل، يوردها بعد ما يشرح ويشرح ويقول وياتي بالدليل. كان المختار حاكم، سبحان الله، بخلاف احمد، فهذا فقيه مالكي قح خالص، رايت؟ فهكذا كان. فهو على كل حال من جهة الحفظ للمعلومات التي حصلها وهو صغير في قراءة المتون هنالك، كان يورد الشرح للمتون التي قرأت عليه كمختصر خليل وغيره وغيره، فيورد الشروح هكذا. بعض الطلاب الشيخ عندنا لأنه ما رأى مثل هذا الحفظ والضبط فيستغرب يعني نعم يستغرب من هذا الكلام، يقول كيف يكون هذا؟ حتى قال لي احد الطلاب في ذاك الزمن يقول والله هذا انا اشك انه معه جن، يقول والله قال لي هذا، لا هو نفسه جني انا الشيخ هو نفسه جني يا شيخنا، اتعبوا انفسهم. نعم. هذا هو الجواب، والله اعلم. نعم، اتعبوا انفسهم، سبحان الله، احنا يا شيخنا واتعبوا من بعدهم، وهذا هو. احنا شيخنا الطالب يجلس يقرا في الساعه، في ال 24 ساعه، ويقول والله اجتهدنا اليوم، حضرنا درس كامل من المغرب الى العشاء، الى العشاء وقد يرد على 6 مكالمات هاتفيه، الله أيوه. ثم يقول والله اليوم ما شاء الله تبارك الله، ونعد انفسنا من طلبه العلم، وكيف نعم. كيف شيخنا انت درست عليه؟